بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هناخد درس من ضمن الدروس اللذيذة في برنامج الإكسل، وهي الكومنتس أو إدراج الملاحظات. في بعض البيانات لما بتيجي شغال كده مثلا، أو مثلا أنت راجل شغال في مكتب مثلا، وليكن بيع أدوات صحية، بيع ملابس، بيع أي حاجة، أنت يعني شغال في فلوس، ومادام شغال في فلوس يعني اكيد هيبقى في ناس بتبقى عليها فلوس، وفي ناس ما بيبقاش عليها. طبعا ما بيبقاش عليها بتخلص له اموره بسرعه، واللي بيبقى عليه ما بتطلعلوش البضاعه الا لما يخلص كل الفلوس اللي عليه، لان لو ما طلعتوش البضاعه هياكل عليك الفلوس وتلبس انت في الحيطه. طبعا عشان الحركه دي ما تحصلش معاك، لازم طبعا لو انت شغال لوحدك ممكن تبقى انت عارف الزباين بتوعك، لو مش شغال لوحدك يبقى اكيد لازم تسيب ورقة أو ملاحظات دي اللي هيجي بعدك هيستلم بعدك الشغل اللي بعدك، بحيث مثلا لما تيجي مثلا شغال في محل وليكن محل ملابس، في واحد هيجي ياخد بضاعة بكرة الصبح، والبضاعة بكرة الصبح ديت في غيرك هيستلم مكانك على المكتب، ولازم يبقى يعني يستلم كل الفلوس قبل ما يطلع مثلا وليكن البضاعة. هنروح مثلا نختار اي اسم من دول، مثلا وليكن اللي هي اسمها منى جمال ديت بالكاستمر اي دي. طبعا منى جمال ديت مثلا لو يكون هي تشتري مثلا بضاعه العصر وهتبعت العربيه تحمل الصبح مثلا، وعليها مثلا وليكن فلوس مثلا، وليكن مثلا 500 جنيه، والله انت ما بتطلعوش البضاعه بتاعتك الا لما تدفع الفلوس كلها. طيب انت عايز تقول اللي بعدك، الشخص اللي بعدك اللي ماسك الحساب فتره مثلا الصبحيه، انا عايز منى جمال دي تيجي تستلم منك البضاعه بتاعتها، ولكن عليها 500 جنيه ما تطلعش البضاعه الا لما تدفع ال 500 جنيه. في بعض العملاء ممكن يستغل الوضع ده ويقول لك لا، ده في واحد هيتغير اما اروح استلم بضاعتي وما ادفعش ال 500 جنيه، ويبقى انا كده حلني بقى لما بقدهم له. طبعا الكلام ده ما بيحصلش في المحاسبه، ونادرا لما حد يعمل حاجه زي كده او يتلخبط في حاجه زي كده، اللي هو بيلبسها وايه ويدفع الفلوس مكانها. نعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه نقف كده على اللي عليه مثلا الفلوس، هو مثلا فاينل اماونت ومفروض يدفع مثلا 2210، هي على مثلا 500 جنيه، نقوم نقف على الخليه اللي احنا عايزين نضيف عليها الاماونت، الخليه وليكن منى جمال ديت، نقف عليها ونضغط رايت كليك ونضغط انسيرت كومنت. هنضغط هنا انسيرت كومنت، طبعا الاسم ده اسم الدخول بتاع الكمبيوتر بتاعي، احنا هنكتب تحت هنا والله منى عليها حوالي 500 جنيه متبقي من البضاعة، لا تخرج بضاعة الا بعد سداد المبلغ. تمام، مش هتخرج البضاعة، لا تخرج البضاعة الا بعد، لا تخرج هنا البضاعة الا بعد سداد ايه يا جماعة؟ بعد سداد المبلغ. نكبر كده الكومنت بتاعنا شوية كده عشان نعرف نكتب تخرج، لا تخرج البضاعة الا بعد سداد المبلغ. ومجرد كده ما اتنقلت لاي خليه تانية، طبعا هي هايد يعني نخفيها، طبعا هي بالمنظر ده كده هتبقى هايد، هايد يعني الوضع الطبيعي بتبقى هايد، لو شلت ايدك من عليها. بس انت ازاي هتعرف ان ديت عليها فلوس او ما عليهاش فلوس، او في هنا ملحوظه في نقطه حمراء كده او جزء احمر كده في الجنب. طبعا في غيرنا، في واحنا بنلف في البيانات ممكن ما ناخدش بالنا بالكومنتس ده، نضغط كده على الخليه ونضغط حاجه اسمها شو هايد، هي دلوقتي هايد، لو احنا ضغطنا عليها ضغطه كمان هتبقى شو. لو حضرتك قفلت البرنامج كده وفتحته وعملت سيف تمام، وجيت تفتح البرنامج بتاعنا تاني، اول حاجه هتظهر لك هي الكومنتس اللي موجوده بتاعتها. طبعا عاوزين نخفيها، هنضغط كده ونكتب هايد كومنت. طبعا انت عايز تظهر الكومنت، لو رحنا وقفنا عليها كده تظهر الكومنت. طيب في حاجه مهمه جدا برضو، لو انت عندك مجموعه من الكومنتس
هنضغط كده انسيرت. طبعا احنا هنضيف انسيرت ازاي، يعني هنضيف الكومنت ازاي، الملحوظه ازاي؟ يا اما نقف على الخليه كده ونضغط على انسيرت كومنت، او من شيفت اف 2 هيضغط لنا هيظهر لنا الكومنتس نكتب فيها اللي احنا عايزينه. طبعا جمال ده لازم يستلم كل البضاعة، لازم يستلم كل بضاعة. لو انت عشان بس ايه تعمل جرد، نعمل كده هايد كومنتس، وهننزل كده تحت مثلا دلال سمير ديت عليها مثلا وليكن انسيرت كومنت استلام بضاعة يوم الثلاثاء، وتكتب اي تاريخ بقى، استلام بضاعة يوم الثلاث، وتكتب اي تاريخ انت عايز تكتبه. طبعا انت بالمنظر ده ممكن وانت بتشوف الشيت الاكسل بتاعك ممكن عينك تيجي على كومنتس وعينك ممكن ما تقدرش تشوفه، يعني ممكن تفوت حاجة، تفوت كومنتس انت ما قريتوش. تروح على اول ما عينك عاوز تشوف كل الكومنتس اللي موجوده كلها، تروح على الفيو تمام، وتقف على اي كومنت موجود عندك، تقف على اي كومنت، يا اما تعمل نيكست تمام، من عليها حوالي 500 جنيه وتبقى البضاعه اللي تخرج البضاعه تمام. الكومنتس اللي بعده لازم يستلم البضاعه كلها، الكومنتس اللي بعده استلام البضاعه يوم الثلاثاء، يا اما تعمل نيكست يا اما تعمل بريفيوس. طيب لو انت عاوز تشوف كل الكومنتس اللي موجوده، هتقوم قايل شو اول كومنتس تمام، هيظهر لك كل الكومنتس اللي موجوده عندك فين في شيت الاكسل بتاعك تمام. احنا كنا مثبتين الصف والخلايا، نقف هنا ونكتب الانفريز عشان نعرف ننزل براحتنا ونطلع براحتنا تمام. طيب في نقطة مهمة جدا برضو عاوز يعني اخليك تعرفها برضو، لو انت عاوز تعمل فورمات لشكل الكومنتس مبقاش بالمنظر ده، تيجي بقى على الخلية البرواز اللي من بره ده عفوا، تيجي على الكومنتس هيظهر لك الشكل بالمنظر ده ماشي، وهتقوم اول ما يظهر لك الشكل ده، اول ما يظهر لك السهم ده الكروس ده، تقوم عامل رايت كليك وتقوم ضغط على فورمات كومنتس. مجرد ما ضغطت على فورمات كومنتس هيظهر لك بقى الفورمات، تقدر تعدل فيها براحتك، ممكن تعمل بولد للخلايا، ممكن تديها لون وليكن البرتقاني ده، تعمل اللي انت عايزه بقى، الاينمنت كذا بنفس المنظر ده، عاوز اللي انت عايزه تقدر تنفذه كده بقى. ايه شكل الكومنتس؟ كل الكلام ده طبعا نيجي نعدل تاني، نعمل فورمات سيل، بس لازم يظهر شكل المؤشر اللي ظهر لنا بنفس المنظر ده. السايز مثلا عايز تعدل فيه، الفونتس عايز يعني اختار اي يعني نوع من الخطوط، اندرلاين سنجل عاوز تعمل كده بنفس المنظر ده، يبقى انت كده بتلعب في الفورمات بتاعت الكومنتس. طبعا دي كانت محاضرة جميلة، بس انت لازم برضو تاخد بالك من المحاضرة ديت، ممكن تحتاجها واكيد هتحتاجها، بدل ما تكتب ورقة وتسيبها على المكتب تقول ده فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، يبقى انت لازم ادركت، بدل ما تكتب ورقة خارجية وممكن الورقة دي تضيع، اكتب في الشيت بتاع الاكسل الكومنتس بتاعتك، واول صاحبك ما يفتح الكومنتس هيقراها على طول. ولو حبينا ندلت الكومنتس هنضغط على الخليه اللي فيها الكومنتس وهنضغط ديليت كومنتس. طيب لو احنا عايزين نضيف نعدل على الكومنتس بتاعتنا، هنضغط على الخليه اللي فيها الكومنتس ونقول ايديت كومنتس، وتبدا تعدل في الكومنتس بتاعتك. لازم يستلم كل البضاعه، كل او جزء منها تمام. وتقف عادي جدا كده، اعتبر احنا شرحنا كل الكومنتس اللي موجوده والفورمات بتاعتها. كان معاكم اخوكم مصطفى الهلالي، ما تنسوش بالدعاء، وان عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناه، ما تبخلش علينا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.